دخل الصراع السياسي بين مختلف الفرق السياسيين في المشهد العام للبلاد مرحلة حرجة بعد تصويت مجلس النواب العراقي على عملية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. هذا الأمر دفع بالتحالف الثلاثي للتحرك الجاد، وذلك لضمان حصول الأغلبية، وهي أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب، وبالتالي ضمان عملية تمرير التصويت على رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة المحددة لعملية التصويت على ذلك. في حين يسعى الإطار التنسيقي لإنشاء تحالف جديد، تحالف يعطل به مسار العملية السياسية ويكون فيه رقما صعبا يبحث عن مكاسبه ويبحث عن مناصب في الخارطة السياسية المقبلة، وهو ما يرفضه التيار الصدري الذي يدعو باستمرار إلى ضرورة أن يكون هناك معارضة حقيقية، معارضة بناء داخل قبة مجلس النواب متمثلة بالإطار التنسيقي. الأسئلة التي تطرح: كيف سيكون شكل العملية السياسية في قادم الأيام؟ ما الذي يمكن أن يحققه الإطار التنسيقي؟ ما هي عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها وبالتالي يؤسس بذلك التحالف الذي يتحدث عنه والذي يطمح من خلاله لحصول بعض المكاسب؟ وفي ذات الشأن، التحالف الثلاثي هل هو قادر فعلا في المرحلة المقبلة على استقطاب عدد بسيط من الأصوات وبالتالي ضمان ثلثين حقيقيين داخل مجلس النواب؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة، والأيام القليلة المقبلة كفيلة بتلك الإجابة.